إلى شأن آخر، قام وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار ووزيري الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد بزيارة رسمية لولاية برج باجي مختار، أين أشرف على تدشين مكتب بريد زنفروت ومكتب الوكالة التجارية الجديدة. وأعطى وزير البريد وعودا بربط طريق برج باجي مختار ورقان وبرج باجي مختار وتمن راست بشبكة الهاتف المحمولة، وأعطى إشارة لإنجاز 3 مكاتب بريدية جديدة. كما تم تزويد قطاع الصحة ببعض الأجهزة الطبية مثل جهاز تخطيط القلب وجهاز الكشف بالرنين المغناطيسي، فيما تم تخصيص سيارة إسعاف للقطاع الصحة ببرج باجي مختار. التغطية كانت لأحمد طمري. البركة عليكم. مكتبين باردين جديدين، مكتب تاع برج باجي مختار ومكتب تيم وين لينقص الكثافة الباردية ويحسن خدمات الباردية، وهذا أقل شيء. وأيضا في الجانب تاع التغطية أعطينا تعليمات صارمة مدير ولائي باش يكون هنايا مدير ولائي جديد، وتكون يعني مركب في كل ممثلين تاع القطاع، ونشجع كل متعاملين باش يجوا هنا يكون تمثيلية تاعهم على مستوى الولاية هذه الجديدة بكل صلاحياتها. وأيضا شيء آخر، طرقات يعني نطم المواطنين، يعني طرقات الطريق تاع رقان وطلخوس سيتم يعني الانتهاء من الدراسه ويتم التغطيه تاعو ان شاء الله. ولايه بيتم بكل الصلاحيات، دونك لازم يكون عندها كل المعطيات نتاع نفس الولايات الاخرى بالنسبه لعدد السكان وبالنسبه للظروف. سيد الوالي وهنايا عاونوه. لا يعود عنده بركة ميزانية ليه وحده، هو ميزانية يكون عنده مديريات تاع كل القطاعات، كل الوزارات تكون هنا تدخل فيها مناصب شغل، وكل مديرية تاع اختصاص نتاع الصحة نتاع البريد نتاع التربية كامل كلها ترجع تشتغل كولاية.